حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة. وفي ملف الأول أرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ صباح زنقر رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين. حياك الله أستاذ صباح ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك الأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف التحليل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو. وأرحب أيضا بالدكتور أحمد الشبيبي الباحث والأكاديمي يحدثنا عبر سكايب من البصرة، ضيوفا كرام حياكم الله. أستاذ صباح، نتحدث عن اعتبار بيان الإطار التنسيقي اليوم لما يصف المراقبون بأنه وضع النقاط على الحروف وقالها صراحة بأن المسؤولية تلقى على الإدارة الأمريكية بخصوص أزمة الكهرباء. وإحنا يعني في كل موسم عندما نتناول موضوعات الكهرباء نتحدث عن التجهيز وعن التوزيع وعن المبيعات وعن النقل وغيرها، لكن ما وقعنا على العلة الحقيقية لهذا القطاع. بيان الإطار كيف تنظر إليه اليوم؟ أحسنتم أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك وشكرا للمشاهدين الكرام، وتحية لهم وتحية لضيفيك العزيزين أستاذ مؤيد وأستاذ أحمد. في البداية يجب أن نقول بأن هذه الحقيقة المخفية التي ظهرت، يعني منذ سنوات يتحدثون ويتبادلون التهائم إذا كانت القوى الشيعية فيما بينها وإذا كانت القوى السنية والسنية أو القوى الشيعية والسنية والكردية وهكذا. اليوم وضحوا الحقيقة التي كان مسكوتا عنها لسنوات. ثق بالله، لسنوات نحن وأنا في مجال التحليل السياسي منذ 20 عام في أكثر جلساتنا نجلس مع كبار المسؤولين يقولون بأن الإدارة الأمريكية وراء التحكم بملف الكهرباء. طيب إذا كانت الإدارة الأمريكية لماذا لا تحدثون الناس بهذه الواقعية؟ لا يحدثون. من وراء عملية إيقاف الصناعة العسكرية في العراق؟ الإدارة الأمريكية، ثم لا نسمع أحدهم يجهر بهذا الكلام. طيب إذا كانت الإدارة الأمريكية لديها كل هذه المسؤوليات، لماذا لا يعملون المكاشفة يا أخي مع جماهيرهم؟ يعني أنا أرى دائما البرلمان الأوروبي والبرلمانات الدول حتى التي كانت تسمى دول نامية أصبحت لديها برلمانات صريحة تتحدث بصريح العبارة، تقول وتضع النقاط على الحروف من دون أن يخوفوا أو تكون لديهم، ليعطي الأسباب بكل وضوح. سبب انقطاع الكهرباء الإيراني مثلا، سبب عدم إنجاز الشركات الأمريكية في الداخل العراقي، قيل بأن شركة سيمنز ستقوم بالتطوير وقيل بأن شركات أخرى وشركة إلكتريك وغيرها جنرال إلكتريك، وهكذا كل يوم كنا نسمع أشياء عجيبة وغريبة، ولكن مفهوم المصارحة لم يكن. لو أن الإطار أو غيره من الإطار، أنا طبعا الإطار مشكور لليوم اللي أفصح عن هذه الحقيقة، أنا متخصص في مجال العمليات النفسية، عندما درست واقع العمليات النفسية التي تستطيع أن تحارب بها الشعوب كنت أطلع على ملفات ومؤلفات ودراسات غربية تتحدث بأن واحدة من أسلحة العمليات النفسية ضد الشعوب لكي تنقلب على قادتها الكهرباء والماء، هذه تعتبر جزء من الأسلحة. اليوم الولايات المتحدة عندما كان لديها ملف الكهرباء لماذا لم يفصحوا بدل من هذه الاتهامات؟ عندما كان السيد الشهرستاني تحدث في العام 2010 وقال بأن العراق في العام 2013 سيصدر الكهرباء إلى العالم، واليوم احنا 10 سنوات فات على هذا التصريح، ماذا حصل؟ لم نستفد من الموارد الطبيعية، لم نستفد من الشمس، لم نستفد من الهواء. وآخر تصريح ربما كان يعني لأحد الخبراء في المجال الاقتصاد، قال كان هناك مشروع في أيام السيد الكاظمي عن إنجاز مشروع ل7000 ميجاوات كهرباء، هذا المشروع وضع جانبا ليأتي بمشروع آخر يأتي 700 ميجاوات في كل فترة وفي كل مرة، بمعنى نحن يعني سنخسر 1000 واط سنويا ونحن بحاجة إلى ارتفاع 1000 واط. هذا ما قاله ذلك المحلل الاقتصادي المحايد الذي كان له وجهة نظر خاصة وجميلة ورائعة باتجاه الأحداث وباتجاه يعني الحق، وكان بالضد حتى من سياسة السيد الكاظمي. اليوم عندما نتحدث عن الكهرباء نجد شيء مؤلم إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، هناك أناس في بيوتهم يلعنون الظلام ولا يشعلون شمعة، لأنهم قد يئسوا من مفهوم بدل من أن تلعن الظلام اشعل شمعة، يقول لا أنا سألعن كل من كان وراء مسألة الكهرباء. مع ذلك لكي أختصر كلامي، حتى لو كانت الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الكهرباء، عليهم اليوم أن لا يجعلوا من الولايات المتحدة شماعة، صحيح أنهم اعترفوا لكن لا يجعلوها شماعة، ويأتوا بالبديل، لأن الولايات المتحدة اليوم هي تعاني من سكرة الموت وصراعها مع روسيا. بين المسؤول الأول والحقيقي وبين الشماعة أستاذ صباح، وجزت الترحاب بحضرتك أستاذ مؤيد، يعني بين هذا وذاك
شلون نتحدث عن الاعتبارات اللي يمكن عد بيان الإطار التنسيقي أنه نابع من تشخيص دقيق ومتابعة وتحليل لكل المعطيات وليس إلقاء الكرة في ملعب الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك يا سيدي الكريم وإلى العزيز أستاذ صباح وإلى ضيفكم الآخر وإلى كافة مشاهدي قناة الأيام. مشكلة الكهرباء في العراق هي مشكلة متجذرة وللأسف مستمرة، ودائما ما نلاحظ أن هناك مواسم يعني خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة يكون هناك انقطاع واضح ومفاجئ للمواطنين. يعني لا ننسى أنه توقيت أزمة الكهرباء في هذه الفترة أيضا تأتي مع حدث مهم جدا يهم شباب العراق والذين هم بيدهم مستقبل العراق، يعني في هذه الأيام هي امتحانات طلبة السادس الإعدادي سواء بكل تفرعاته، فبالتالي هم المتضرر الأكبر بهذه الأيام، كأنما يعني هي محاولة لمعاقبة هؤلاء الشباب لكي لا يكونوا قادرين على القراءة بشكل جيد أو الخروج من معدلات تؤهلهم يكونوا قادرين على بناء العراق بصورة جديدة. هذا الأمر يعني مؤسف جدا، وبالتالي هذه الأزمة المتجذرة والمتجددة للأسف لم تكن هناك حلول استراتيجية، كانت حلول ترقيعية على مستوى كافة يعني مجالات الكهرباء الثلاثة سواء كان النقل الإنتاج عفوا أو النقل أو التوزيع. فبالتالي ما حدث اليوم يعني هذه الأيام يعني تقريبا 10 أيام أو 9 أيام من قطاع الغاز الإيراني أمر واضح جدا، وهي مسألة الكهرباء يعني ملف سياسي بامتياز قبل أن يكون ملف فني. فعلا هناك فساد، هناك حلول ترقيعية، لكن الملف هو سياسي بامتياز، والولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم بهذا الأمر، هي منعت أن تكون هناك سياسة لإنتاج الطاقة في العراق منذ عام 2003 لحد هذا اليوم. يعني دائما تدور في فلك الحلول الترقيعية شركة جنرال إلكتريك، شركة أمريكية تقوم بمعظم الصيانات التي تحدث في العراق سواء كان على مستوى صيانة محطات الطاقة أو الإنتاج أو التوزيع، وبالتالي لم تسمح للعراق بشكل واضح أن يذهب باتجاه استثمارات حقيقية في مجال الكهرباء أو التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية. هذا الأمر يعني يعطي بشكل واضح أنه الجانب الأمريكي هو الجانب المتحكم والذي هو يحرك خيوط ملف الطاقة في العراق. بيان الإطار التنسيقي أنا أعتقد أتى في وقت مناسب جدا، لكنه لا يعني أنه الإطار لا يتحمل مسؤولية. اليوم الحكومة هي حكومة الإطار، وبالتالي أجب عن الإطار مع هذا البيان الذي عندما شخص المشكلة الحقيقية أنه تدخلات الجانب الأمريكي، وأن الجانب الأمريكي يريد أن يتخذ العراق ساحة لتصفية حساباته مع خصومه وتحديدا من الجمهورية الإسلامية، فبالتالي يجب أن يكون هناك مواقف بصراحة سياسية أعلى من البيانات والتصريحات والشجب والاستنكار. نتكلم عن الكهرباء، اليوم الكهرباء عبارة عن الحياة، بلا كهرباء يمكن أن تستمر الحياة لا في العراق ولا في أي بلد آخر. فبالتالي فعلا هذا البيان جيد، قد يكون هذه خطوة جيدة، لكن لا نتمنى يعني نتمنى أن لا يكون الإطار التنسيقي جهوده فقط في هذا البيان. هذا البيان له تبعات أخرى يبين بشكل واضح من الناحية السياسية أن اليوم العراق بلا سيادة أو سياسته منقوصة. الجانب الأمريكي يتدخل في ملفات مهمة، أين زيارات رومانسكي إلى معظم السياسيين ومن القادة الكتل السياسية وإلى حكومة محمد الشيع السوداني وتحديدا محمد الشيع السوداني، زيارتها إلى مزارات معينة. بالتالي لا نكتفي بهذا الإطار يعني بهذا البيان، يجب أن يكون هناك تحركات. شخصنا السبب الأساسي هو أمريكا، فبالتالي يجب استخدام طرق عديدة للضغط على الجانب الأمريكي، استدعاء السفيرة الأمريكية، الضغط عليها بمذكرة احتجاج. أيضا هناك مصالح أمريكية يجب أن تستخدم كورقة ضغط. هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. نقطة مهمة جدا في هذا الملف والإزدواجية التي تتعامل بها. ضخ المعلومات كلش كبير حتى يكون موضوع تداول أستاذ مؤيد بين ضيوف الكرام. دكتور أحمد الشبيبي حياك الله مجددا، ونتحدث عن ما تريد الولايات المتحدة بهذه التصرفات، هل هو دفع الشارع نحو مساحات التذمر اللي ربما تكون غير محمودة العواقب؟ وإحنا لاحظ أنه من ناحية اجتماعية أغلب نواة التظاهرات هي من انقطاع تيار الكهرباء. شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللضيفين الكريمين وللمشاهدين الكرام. حياك الله. أولا، ما أسباب هذا النقص الكبير؟ أعتقد والكل يعلم الآن هناك نقص مثلا في مجال استيراد الغاز إلى العراق. يعني العراق الآن يفقد ما يقارب 20 مليون متر مكعب يوميا، وهذا سبب انخفاض بحدود 5000 ميجاوات. يعني حضرتك تعلم 50% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل على الغاز المستورد من إيران، بالإضافة إلى 1100 ميجاوات المستوردة من إيران، وهذا معناه أن هناك فقدان لما يقارب 6000 ميجاوات، ووصول مستوى الإنتاج إلى 20000 ميجاوات في أقصى حالاته. ومع هذا الارتفاع الكبير وزيادة الأحمال أكيد هذا سبب انخفاض كبير في عدد ساعات القطع.
يعني لو نذهب إلى أصل المشكلة في العراق، أصل المشكلة هي داخلية بامتياز. يعني لو نفترض أنه في السنوات السابقة كان هناك استثمار للغاز الموجود في العراق بدل حرقه، هذا كان من الممكن أن يكون هناك اعتماد كبير على الغاز العراقي بدلا من الاستيراد. يعني نحن نعلم إيران الآن تواجه عقوبات وهناك مشاكل في تحويل الأموال من المتعلقة باستيرادات الغاز، كل ذلك أكيد يسبب تذمر للجانب الإيراني. إيران تصدر غاز في سبيل الحصول على إيرادات هذا الغاز، ولكن بالمقابل لم تحصل على ذلك بسبب هذه العقوبات. وأعتقد هناك ضغط أمريكي مباشر على الحكومة الحالية من أجل إجبارها على استيراد الغاز، من أجل إجبارها على توقيف أو تقليل استيراد الغاز تدريجيا واستثمار الغاز في الداخل المحلي. وهذا ما أشار إليه أحد التقارير الأجنبية المنشورة، يشير إلى أنه هناك ضغط من الولايات المتحدة وهناك ترقب على مدى 3 سنوات قادمة. هذا الضغط يشير إلى يعني الضغط باتجاه الحكومة وعلى الحكومة في مجال استثمار الغاز، وبالتالي ممكن أن يتخلص العراق تدريجيا من استيراد الغاز، وبالتالي ممكن أن يتخلص من مشكلة العقوبات الدولية التي تواجهها إيران ونقص الغاز المورد إلى العراق. هذا أيضا دفع الحكومة، وحضرتك تعلم بالمقابل يعني وزارة النفط أعلنت عن خطة على مدى 5 سنوات لاستثمار ما يقارب 1600 مليون قدم مكعب قياسي في الغاز. هذا إذا يتحقق على أرض الواقع أكيد سوف يقلل من مستوى الاستيرادات، ولكن بالمقابل هذا لا يعني يعني على مدى 5 سنوات مقبلة العراق سوف يستمر اعتماده بشكل كبير على الغاز المستورد، وهذا معناه أن الانقطاعات سوف تتكرر مع كل زيادة في مستوى الطلب وزيادة الأحمال، وهذا أكيد سوف يسبب تذمر كبير. نعود مرة أخرى، المشكلة في الأصل هي مشكلة داخلية بامتياز، وهناك أمثلة وشواهد بالتأكيد. على سبيل المثال في العام الماضي بعمليات الصيانة في محطات الطاقة الكهربائية وتشغيل محطة عكاز ومحطة ميسان الغازية الاستثمارية وفر ما يقارب 3500 ميجا واط. يعني اليوم مشكلة العراق لا تحل حتى بالربط الكهربائي مع دول الخليج. يعني الربط الآن مثلا المرحلة الأولى في العام المقبل 2024 هذا يوفر فقط 500 ميجا واط، بينما لو تم الاستثمار على مدى السنوات الماضية أنا أتكلم يعني، وهذه السياسات إذن هي مسألة بها جنبة مالية. دكتور أحمد حسب ما توضح حضرتك، دعني أنتقل أستاذ صباح زنقنة لو سمحت لي. يقلل مستوى الاستيراد ويخفض من حدة المشكلة. طيب أستاذ صباح، وفق ما تفضل به الأستاذ أحمد الشبيبي، دكتور أحمد يطرح أنه هذه الفكرة بها جمة مالية بشكل كبير، والإطار قدم دعوة للخارجية العراقية وأوكل إليها مهمة ضرورة التواصل مع الجانب الأمريكي للإفراج عن المستحقات المالية لإيران. ما مدى التفاعل والاستجابة المتوقع من هذه المبادرة سواء من الخارجية العراقية أو إذا قامت الخارجية العراقية بدورها، ما مدى الاستجابة من الجانب الأمريكي؟ يعني العراق عندما يكون بين قوتين كبيرتين متمثلة بالولايات المتحدة وإيران، على العراق أن يكون طرفا ذكيا كيف أنه يستفيد من كلا الطرفين، لا أنه يخسر لحساب الطرفين، أي أنه تكون لديه أيضا هو احتياجات وأولويات. اليوم إيران هي بحاجة إلى أموال ولديها مشاكل داخلية، أمريكا هي اليوم بحاجة إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق منطقة هادئة. طيب أنا أستطيع أن ألعب لعبة ذكية وأستطيع أنه أطلب من الطرفين حتى أستفيد منهم، لأن المصلحة السياسية معناها تبادل يعني مصالح مشتركة فيما بين الدول دون حصول التضرر. دائما ما نسمع يكون العراق هو المتضرر. ثم هناك نقطة مهمة جدا أود أن أشير إليها. اليوم يعني أكو بعض المواطنين يومية يسمعون من بعض السياسيين عبر منصاتهم يقولون ها شنو الكهرباء، والله إيران طفت الكهرباء، إيران وهيشين على أبو إيران لا أبو كذا، وصارت الهوسة. يا أخي إيران اعتبرها أبو مولدة، وأنت جار من عندها كيبل، أنت ما أعطيت الشهر قطع عليك الكيبل أو قطع الواير، قال لك ما أنطيك. إيران أساسا هي ما لها علاقة بك، ما مسؤول أنه تعطيك كهرباء. أنا اليوم بدل ما هذا المسؤول يجي يذبني على إيران، أنا ما حاسب إيران. إيران دولة لها خصوصيتها ودولة لها وجودها
وكيانها محترمه نفسها ومحترمه ناسها وتقدم اشياء لناسها. انا اجي حاسب السياسي مالتي اللي انا جايبه بانتخابات اقول له تلذبني على ايران، انت ليش ما مسوي الكهرباء؟ هاي صار لك هاي الفتره الطويله لا قدرت تستفيد من التحركات السياسيه، لا قدرت تقدر تستفيد من المشاكل اللي صارت، اكو حرب يمنيه سعوديه صارت انت ما قدرت تستفيد من عندها، اكو حرب وتهديد على ايران من قبل داعش انت ما قدرت تستفيد من عندها الا في جانب التعاون العسكري، هذا التعاون جميل حصل بين الطرفين. اكو عندك مشكله اخرى، حرب كبيره تريد ان تصل الى الحرب النوويه بين اوكرانيا والولايات المتحده، بين اوكرانيا وروسيا، يعني بين امريكا وروسيا بدقيق العباره. نعم. انت ما قدرت تستفيد من عندها، مشاكل حصلت في الاردن وتظاهرات ما قدرت تستفيد من عندها، تركيا بداخلها حصلت مشاكل وزلازل وحصلت فيها مشاكل في فتره الانتخابات، على الاقل ابو تركيا تفتحون لنا الماي شويه، هاي يكون قبل الانتخابات، مو هسه اجي عن الجفاف وعن الكهرباء. والله العلي العظيم ما استفاد العراق نهائيا من اي ازمه خارجيه، لكن هو دائما يفكر انه يعطي الى الاخر لسبب واحد، ليش؟ لتعدد اقطاب العمليه السياسيه ولتعدد التوجهات ولتعدد الاجندات، وهي هذا الواقع اللي بدنا نحكي به دائما. طيب. تركوا البوصله، انه البوصله هي التي تتحرك. طيب. تلقائيا مع اي مغناطيس، ولكن لا توجد هناك اتجاه واحد حتى اكو عده اتجاهات يعني وذات فاعليه. يعني استاذ مؤيد، جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن بوساطات عراقية وساطات عمانية لتحويل أموال مستحقات الغاز المورد في مصارف عمانية قبل مدة، لكن ليش تعثرت هاي التسوية برأيك؟ يعني واضح السياسة الأمريكية بهذا الاتجاه ليست فقط يعني وقفت الغاز بسبب أنه لم تدفع الأموال بشكل كامل، أيضا هناك هذه خطوط الأنابيب الغاز التي تأتي للعراق من الجمهورية الإسلامية تحتاج إلى صيانة بين فترة وأخرى، وهناك جداول زمنية تلتزم بها أي دولة يعني تعمل وفق معايير الجودة في هذا المجال. نقطة أخرى أنه أيضا اليوم احتياجات الداخل الإيراني من الغاز الطبيعي ترتفع بشكل كبير جدا، وبالتالي هم يعتمدون يعني لو تذهب إلى إيران من أبسط أي منفذ حدودي بري وليس جوي، أبعد قرية أو بيت يعني ملاصق للحدود العراقية الإيرانية تجد فيه من أي منفذ تجد فيه مجهز بالغاز الطبيعي لأغراض الطاقة لأغراض الخدمات الطبيعية، فبالتالي هناك أيضا طلب متزايد حمل متزايد على الغاز الطبيعي في داخل إيران، ونحن لا نسدد الأموال. عدم تسديد الأموال أعتقد يعني هو الواضح الفيتو الأمريكي باتجاه القرار، رغم المفاوضات التي تكلمت عنها نتكلم عن أكثر من 9 مليارات دولار، مع العلم الازدواجية الأمريكية يعني أردت أن أتحدث عنها في الجزء الأول أنه هي اليوم تسمح مثلا لتركيا للإمارات دول أخرى لها تعاملاتها بالدولار مع الجمهورية الإسلامية، وهناك أيضا دفع بشكل مستمر، لم نسمع أن هناك تعرقلت التجارة بين إيران وتركيا مثلا أو إيران والإمارات إيران ودولة أخرى، لكن لماذا أمريكا تعرقل دفع المستحقات الإيرانية عندما يتعلق الأمر بالعراق؟ لأنها يعني يبين بشكل واضح أنها هذه الأمور قد تحمل يعني مشروع خبيث أو نواة مشروع خبيث، كما تفضلت في نقطة مهمة جدا في سؤال أحد الضيوف، قد تستثمر هذا الموضوع لإثارة الشارع العراقي، انتخابات مجالس المحافظات يعني قريبة جدا وليست بعيدة، قد هناك مشاريع أخرى وتكلمنا عنها في منبر الأيام قبل أشهر، أنه الحراكات الخبيثة والحرب الناعمة والقوى الناعمة التي تستخدمها رومانسكي وزيارتها للمسؤولين أكثر من المعقول، هي قد تحمل في طياتها مشاريع خبيثة. لذلك اليوم عدم يعني التزييد واضح بإرادة أمريكية جدا، وأيضا لا يعني نقول عندما إرادة أمريكية نبرر كل الساحة السياسة العراقيين والمسؤولين، كان من المفروض أن تكون هناك كما قلنا حلول استراتيجية على الأقل استغلال يعني الطاقة النظيفة، اليوم كل العالم يتجه إلى استخدام الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية والشمس العراق يعني شمس محرقة خصوصا في الصيف، هذه الأمور لم نستخدمها بشكل حقيقي. تكلم أستاذ صباح عن أنه اليوم كانت في زمن الكاظمي إنتاج 7000 ميجاوات، اليوم قللت بشكل واضح، هذا يبين أنه قد تكون هناك جهات يعني مستشارين أو شخصيات غير كفؤة، وهذا أيضا هو أحد أسباب تردي ملف الكهرباء وملفات أخرى عندما تكون شخصيات تعين بشكل سياسي بشكل حزبي بعيدا عن الكفاءة والمهنية والقدرة على إدارة هكذا ملفات استراتيجية. لذلك أمريكا أيضا هي لا تستطيع ولا تتجرأ أن تتدخل في الشأن العراقي سواء في ملف الكهرباء وملفات أخرى ما لم تجد أرضية يعني مهيئة لقبول التدخلات الأمريكية وأرضية يعني مهيئة لعدم وجود حلول استراتيجية. تفضل الضيف من يعني الضيف الثالث أنه اليوم وزارة النفط هي مقصرة بهذا الاتجاه، لم تستخدم تحرق الغاز وهذه ثروة كبيرة وعظيمة جدا لم تستثمرها بشكل حقيقي، لكن يعني السبب الأساسي أنه أمريكا اليوم أيضا تتحمل الجزء الأكبر، هي لو كانت لا تريد فقط
يعني فقط تريد أن تعاقب الجمهورية الإسلامية، تكلم بهذا الاتجاه، لماذا لا توفر مصادر للغاز الطبيعي أخرى للعراق؟ لماذا لا تفتح للعراق مصادر يعني أبواب تسويق أخرى من قطر من جهات أخرى، وبالتالي تساعد العراق كما تقول وتدعي بأنها حررت العراق وخلصته من النظام الدكتاتوري البعث الصدام المجرم، وتعمل على ترسيخ أسس الديمقراطية في العراق كما تدعي ليلا ونهارا؟ هذا الأمر يعني بشكل واضح يعني يحمل تدخل أمريكي سافر، وأيضا تقصير حكومي وسياسي واضح جدا لا نستطيع أن نكرانه، وإن أصدر الإطار التنسيقي أو الجهات السياسية الأخرى بيان كأنما هذا البيان هو مجرد إبراء ذمة الإطار أمام الشعب العراقي. قد يكون هذه الخطوة جيدة، لكن نحتاج إلى خطوات أخرى. وأقولها بصراحة، لو نقرأ تاريخ أمريكا على مر العصور وتاريخ أمريكا أيضا في العراق وفي المنطقة، أمريكا لا تحترم الضعفاء وتحترم الأقوياء فقط. وما شفنا أيضا سفة التعمير لدولة احتلتها أو سياسة التوبة. يعني كانت هنالك سيطرة تامة عليها. دكتور أحمد، نتحدث عن لغة الأرقام أيضا، حضرتك يعني أفدتنا كثيرا بهذا الموضوع. لما توريد الغاز الإيراني إلى العراق انخفض من 45 إلى 20 مليون متر مكعب، قبالة ذلك أكو أموال مستحقة لإيران على العراق تبلغ 10 مليارات دولار وفق الآليات اللي تحدثنا عنها، المصارف العمانية، الوساطات، غيرها. شلون ممكن يكون هنالك وساطة للحل لتحويل هذه الأموال دون معارضة أمريكية؟ يعني المشكلة أنه لا يمكن تحويل هذه الأموال من دون موافقات أمريكية. حضرتك تعلم التي بي آي، المصرف العراقي للتجارة، هو نفسه مرتبط بمصرف أو بنك جي بي مورغان، وكل المصارف الموجودة في كل الدول العربية هي ترتبط بمصارف دولية أو مصارف الوساطة للتحويل المالي. وهذا معناه أنه من الصعوبة ما لم يكن هناك تنسيق عراقي، يعني يفترض على الأقل يفترض استغلال اتفاقية الإطار أو التحالف الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة في هذا الاتجاه. هناك تحالف نحو مصالح مشتركة باعتبار العراق هو حليف وصديق للولايات المتحدة، يفترض استغلال هذه النقطة كون أن هذه المسألة تهم الاقتصاد العراقي، يعني مسألة الكهرباء واستمرارية تدفق الكهرباء، ومقابل وعود من الحكومة العراقية مثلا بتقليل مستوى الاستيرادات تدريجيا على مدى 5 سنوات، إذا ما افترضنا أن خطة وزارة النفط تطبق على أرض الواقع في المستقبل. هذا يمكن أن يقلل، يعني تعلم جيدا أنه الولايات المتحدة كل فترة تجدد مدة الإعفاء العراق في مجال استيراد الغاز الطبيعي من إيران، وبالتالي يفترض اليوم أن يكون هناك توجه حكومي ينسق مع واشنطن في سبيل إطلاق هذه الأموال وإرسالها إلى إيران في سبيل استمرار تدفق الغاز واستقرار، يعني هذه المسألة ترتبط باستقرار الاقتصاد العراقي والاستقرار المجتمعي بحد ذاته. يعني إذا استمرت المشكلة وهذا النقص ممكن أن يقود حالة من اللا استقرار، بالتالي هذا ممكن أن يؤثر حتى على الجانب السياسي إذا افترضنا استمرار هذه الأزمة بشكل كبير. وبالتالي يفترض أن يكون هناك تنسيق مشترك مرة أخرى من الحكومة مع الولايات المتحدة في سبيل دفع هذه الأموال، مقابل سياسات من شأنها أن تذهب باتجاه استثمار الغاز الطبيعي في العراق. يعني الاحتياطي العراقي من الغاز الطبيعي يقدر بحدود 133 تريليون قدم مكعب، هناك احتياطي كبير، وهناك حرق يقدر بحدود 17 مليار متر مكعب، يعني فقط هذا المحروق تقدر قيمته بحدود 3 مليار دولار سنويا. نعم. وبالتالي يفترض أن يكون هناك توجه نحو الاستثمار وتقليل مستوى الاستيرادات تدريجيا مقابل التنسيق، يعني ضمن الفترة الحالية. يعني نحن الآن نتكلم عن سياسة على المدى المتوسط والطويل، ولكن حاليا المشكلة أكيد تحتاج إلى تنسيق، بحكم أنه على مدى 5 سنوات سوف نستمر بالاعتماد على الغاز الإيراني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الشبيبي، الباحث والأكاديمي، حدثنا عبر سكاي من البصرة وثريت الحديث، والأستاذ مؤيد العلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، والأستاذ صباح زنقن رئيس مركز خبراء الاستراتيجيين، أيضا شكرا جزيلا لحضرتك ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع مجددا. حياكم الله. في ملفنا الثاني نتحدث عن أنقرة اللي تجد في الخلافات الكردية فريسة دسمة للتدخل، خصوصا بعد طلب الديمقراطي لتدخلها لتنفيذ ضغوطات على السليمانية. ففلسفة الاتحاد الوطني لا تنسجم مع الديمقراطي، وتركيا
مما جعلها ما يتحالفان ضده بحسب آراء المراقبين. نفتح وإياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. على تعاقب الأشهر والأعوام، الخلافات الكردية تزداد يوما بعد آخر لتحدث شرخا كبيرا بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، حيث تتشابك المسائل المتنازع عليها بين الإدارتين، فلا تقتصر انعكاساتها على حياة المواطنين الأكراد في الإقليم ذاته فحسب، بل اتسعت دائرة تبعاتها وآثارها لتشمل الأداء الكردي على مختلف مفاصل الدولة. فالخلافات الكردية وصلت مراحل متقدمة، وأبرز العناوين باشتداد الخلاف في المرحلة الحالية يدور حول محاولة استحواذ الحزب الديمقراطي على جميع محافظات الإقليم، وإجبار الاتحاد الوطني بعدة محاولات للقبول بذلك عنوة أو صلحا، لكن تشبث الأخير بموقفه بعدم تسليم محافظته جعلت الديمقراطي يستنجد بأنقرة لفرض العقوبات على السليمانية من خلال تمديد الحظر على مطارها. فيرى الخبراء أن العقوبات التركية تصنف على لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية للضغط عليها بغية تحقيق مطالبها، وبحسب متابعتهم فإن هذه العقوبات جاءت بسبب الخلافات بين تركيا وإدارة السليمانية بعد معارضة الأخيرة لسياسة أنقرة واعتدائها على سيادة العراق المتكرر، حيث استغل الديمقراطي هذا الخلاف واستخدامه لصالح إدارته وسياستها. نهى الشمري، الأي. حياكم الله مجددا المشاهدين الأحبة، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور سلام. وايضا ينضم معي عبر سكايب السيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياكم الله ضيوفا كرام. ابدا مع حضرتك دكتور سلام، نتحدث عن انتهاء مده الحظر الاول. يعني مددت تركيا حظرها على مطار السليماني الدولي لسته اشهر اخرى، كيف تقرا هذا التمديد يعني من جبال السليمانيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى كل جمهوركم الكريم وعلى ضيفكم الكريم. يعني بصراحة المشكلة داخل إقليم كردستان انعكست بشكل سلبي، يعني الانقسام اللي موجود داخل الإقليم أثر بشكل كبير على حتى نوع سلم السيادة بشكل كبير، وتمادي تركيا بحقيقة بالتدخل بالشأن العراقي بشكل سافر وغير مقبول. يعني بصراحة أنا أعتقد أنه العلاقات المتوترة داخل الإقليم وعدم الانسجام هو من فتح الباب لتركيا لاستثمار هذه الخلافات، وبالتالي سلم السيادة العراقية، التوغل داخل الأراضي العراقية، القصف المستمر داخل أراضي إقليم كردستان، حتى بصراحة يعني حتى التدخل من قبل الحكومة الاتحادية كان غير مؤثر، على اعتبار أنه هو دائما يصطدم بحجم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بنشر قوات حدودية وأيضا ضبط الحدود، وأيضا نوع التفاهمات اللي كانت تتمثل بموضوع تصدير النفط وما شابه ذلك. لذلك لا نستغرب بصراحة أنه اليوم تركيا تتمادى وتفرض عقوبات بصراحة يعني عليها أكثر من علامة استفهام. يعني ما أنا ما أفهم هذا الحظر اللي تفرضه تركيا، شنو نوع الصلاحية أو ما هي القوة اللي تستمدها تركيا حتى تتحكم بالداخل العراقي؟ تعرف اليوم السليمانية جزء من العراق، وبالتالي اليوم أي حظر أو أي عقوبة أو أي إصدار من هذا هكذا أمر، هذا يعني بصراحة يضرب السيادة العراقية ويثلم السيادة العراقية والقوة العراقية. بالتالي أنا أعتقد أنه اليوم الخلافات داخل إقليم كردستان هي من فتحت الباب أمام هذه التدخلات وأمام أضعاف الموقف الكردي وأضعاف الموقف العراقي بشكل عام، حتى الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سببها هو الانقسامات وعدم الانسجام وعدم الذهاب بسلة واحدة لحل كل هذه الملفات. وأيضا جانب آخر أستاذ أحمد يتمثل أنه اليوم الجانب الكردي للأسف دائما يتعامل بكونت فيدرالية، على اعتبار أنه ما ممكن أنه اليوم تحل ملفاتك الخارجية
طيب. وأنت جزء من النظام الفيدرالي العراقي، لديك حكومة مركزية يجب يتم الرجوع إليها في كل المفاصل. طيب. أما أن تتعامل كدولة مستقلة وتذهب بعلاقات دبلوماسية وتحل هذه العلاقات، أعتقد صعب جدا، وستنفذ دول أخرى طامعة بالأراضي العراقية داخل إقليم كردستان ممكن تستغل هذه الفجوة وهذه الخلافات. طيب أجلت الحابة حضرتك الأستاذ برهان شيخ رؤوف، نتحدث عن إمكانية اعتبار هذا التمديد، هل هو عقوبة تركية سياسية على شعب السليمانية وإدارة السليمانية؟ تحديد لك أستاذ ولضيفك الكريم أستاذ سلام، حياكم الله. حقيقة هذه ليس مرة الأولى يتدخل الدولة التركية على الشأن العراقي وانتهك سيادة العراق من قصف يومي للقرى والمزارع العراقيه من محافظه دهوك الحدوديه وحتى الى عمق الاراضي العراقيه في محافظه السليمانيه من مناطق كلار وشمسمار وحجه وجود عناصر حزب العمال الكردستاني. نحن نعلم ان هناك مشكله كرديه في تركيا، هناك صراع بين تركيا في 1984 حركه مسلحه، وهناك مرات مفاوضات بعدين لم ينتهى وتعاود المعارك ويمتد هذه المعارك الى شمال العراق واقليم كردستان. هذا شان داخلي ويجب ان يحسموا خلافات داخل اراضي تركيا ولا يتجاوزوا على سياده العراق. رغم ان الدوله التركيه لها كان جاره للعراق والعراق وتركيا علاقات اقتصاديه قويه يتجاوز العشرات المليارات الدولارات سنويا، رغم هذا التبادل التجاري الكبير الدولة التركية لم يحترم سيادة العراق وينتهك سيادته، وبخصوص مطار سليمانية وتجديد العقوبة عليه، هذا تدخل مرة ثانية. يعني سليمانية هو محافظة عراقية، محافظة لإقليم كردستان، وإقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق وكان إقليم فيدرالي، ونصف العالم كردستان النظام هو السيستم الفيدرالي، روكا امريكا افريقيا كل الدول العالم اختلفتها فيدرالية ذنبا، ليس هذا ذنب وجريمة، هو نوع من التعايش بين الشعوب والدول ليس بجريمة. الدولة التركية يريد فرص هيمنته واجنبي وليس من صلاحية الدولة التركية. ولكن استاذ برهان، استاذ برهان السؤال لحضرتك ايضا، يعني رغم ان رئيس حكومه كردستان السيد مسرور بارزاني زار انقره الشهر الماضي، لكن كما يبدو لم يضع هذا الموضوع في سلم اولوياته، هل تشوف من وجهه نظرك ان اربيل نأت بنفسها ام حاولت قدر مستطاعها بخصوص مطار السليماني اقصد؟ نعم، يعني كما اشرت ضيفك الكريم استاذ سلام بالواضح، يعني العلاقات الوطيدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية ومباركة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لقصف مطار السليمانية عن طريق الدرون في الشهور السابقة وفرض العقوبة على مطار السليمانية هو على الدليل على هذا التنسيق. ورغم أنه رئيس حكومة إقليم كردستان والسليماني أحدى محافظات تابعة لهذه، هذا أمر غريب ومكان للاستفهام والتعجب من رئيس حكومة في إقليم داخل العراق يرحب بعقوبات تركيا على إحدى محافظاتها، يعني هذا أمر مثير للجدل واستغراب كبير. نعم. طيب دكتور سلام، يعني أنقرة تتحدث عن أحقيتها في هذا الحظر وأبلغت الاتحاد الوطني مراراً بضرورة إنهاء تواجد حزب العمال الكردستاني وإغلاق مقراته وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال، لكن السليمانية ما أبدت أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه، هل أن هذه الرؤية أو انعكاس أو الاختلاف بين سليماني وأربيل حول هذا الموضوع هل هو ما أثر على موضوع مطار السليمانية برأيك؟ استاذ احمد، لنفرض جدلا ان وجود البكك الحزب العمال الكردستاني قد يعني يكون مبرر ومسوغ لهذه التصرفات لانقره بصراحه، يعني نعم رغم التقصير قد يكون من جانب حكومه اقليم كردستان هي المسؤوليه تضامنيه، على اعتبار انه يجب ان يكون للحكومه الاتحاديه ايضا دور
في يعني الحد من تحركات حزب العمال الكردستاني، لأن تركيا دائما مبرراتها والمسوغ أنه هناك تهديد للأمن الوطني للتركي من خلال القصف المستمر لحزب العمال الكردستاني. وبصراحة يجب أن كان من المفترض أن نقطع هذه الذريعة والمسوغات اللي دائما تبررها تركيا، ولكن بصراحة هو ليس هذا الهدف الأساسي لتركيا. هناك مطامع وهناك تدخل كبير جدا من الجانب التركي، هناك توغل داخل الأراضي العراقية بكيلومترات كبيرة جدا غير المسموح بها، هناك قصف مستمر لكثير من المحافظات العراقية الأخرى غير السليمانية. دهوك تعرضت للقصف، وحتى مناطق أبعد من دهوك تعرضت للقصف بشكل مستمر. أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي يعود وأكرر مرة أخرى أنه تركيا استغلت الخلافات السياسية إذا كانت داخل الإقليم أو الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبالتالي لم تجد رادع لهذه التجاوزات. وأيضا تجاوزت سياسة حسن الجوار وكذلك الأعراف الدولية وقوانين الأمم المتحدة اللي من المفترض أن تتدخل لمنع هكذا تجاوزات على سيادة العراق وثلم هذه السيادة بشكل غريب. يعني ممكن أن تكون الذريعة لتمديد العقوبة على مطار السليمانية هو أنه هناك تهديد من حزب العمال الكردستاني، ولكن أعتقد بصراحة حتى أكون واضح أن هناك ضغوطات سياسية أو صفقات، بصراحة حتى أكون واضح، صفقات سياسية تنجزها تركيا وتتفق عليها داخل العراق أثرت بشكل كبير حتى على موضوع العلاقة بشكل كامل مع العراق كحكومة. ولا ماذا تفسر اليوم عدم إطلاقات الحصص المائية وتجفيف منابع العراق من المياه بسبب معادلة تريد تفرضها تركيا على العراق، رغم أنها تستفاد بشكل كبير من التبادل التجاري ومن يعني موضوع انبوب النفط اللي كان يمر بتركيا وعليها استحقاقات وعليها ديون، ولكنها تستثمر هذه الخلافات من أجل مصالح خاصة لتركيا ومطامع داخل الأراضي العراقية. هنا لازم تتدخل الحكومة العراقية والدبلوماسية العراقية بشكل كبير لمنع إيقاف هكذا عقوبات أو تدخلات. طيب، من قبل الجانب الأمريكي بالوضع يعني العراقي. هنا نأتي إلى دور الحكومة المركزية أستاذ برهان، يعني ماذا تطلب السليمانية من حكومة بغداد؟ هل يعني واجبها أن تتدخل في تسوية هذا النزاع، خاصة وأن هنالك خسائر مالية ناتجة من توقف الملاحة الجوية في مطار السليمانية؟ نتحدث عن مطار مهم، رحلات ترانزيت، وأيضا هنالك من يحاول أن يخنق السليمانية ويفرغها من مصادر قوتها ويحول الأنظار كاملة صوب اتجاه معين. حقيقة السليمانية وإقليم كردستان إقليم فيدرالي في العراق وفي جميع الأنظمة الفيدرالية في العالم، سياسة الدفاع والخارجية من صلاحيات الحكومة المركزية. يجب على الحكومة المركزية وحكومة في بغداد الدفاع عن سيادة البلد والدفاع عن السليمانية، وهو لدى قوات البيشمركة وقوات الحدود الموجودة في مناطق إقليم كردستان يعني تجهيز من السلاح، وليس لديهم أسلحة متطورة لا رادارات لا أي وسائل دفاع للدفاع عنها. يجب على الحكومة المركزية، على وزارة الخارجية، على جميع السلطات في العراق أن بدافع عن سيادة العراق، ليس حتى من جانب العسكري، من الطرق الدبلوماسية في المحافل الدولية، حتى تقديم الشكاوى. يعني الجيش التركي في عمق أراضي العراقية ليس فقط في إقليم كردستان، مطار بعشيقة تحت احتلال الجيش التركي، مطار بامرني هو مطار الجيش العراقي تحت احتلال التركي والجيش التركي. يعني احتلت أراضي كثيرة في العراق، أكثر من 50 قاعدة عسكرية في محافظة الدهوك وأربيل للدولة التركية بدون لا اتفاق رسمي، لا موافقة الحكومة المركزية، وبدون علم بغداد وبدون أي حساب. هذا انتهاك لسيادة العراق. يجب على الحكومة المركزية في العراق، على مجلس النواب، على رئاسة الجمهورية، رئاسة ثلاث أحزاب القوى الوطنية العراق، أن لن يسكت أمام هذه الاعتداءات التركية على سيادة العراق. يعني ليس من صلاحة الدولة التركية محاسبة مطار السليمانية. من يزور هو
السليمانية محافظة عراقية ملتزم بالقوانين والدستور العراقي والإجراءات التعليمات العراقية. على البغداد أن يحاسب سليمانية إذا عنده خلاف مخالفة للقانون والدستور، وليس الدولة التركية. يعني يجب أن يعطي الحكومة العراقية حد لهذه الانتهاكات الخطيرة. وهذا إذا كان في السابق عراق منشغل بالصراع الداخلي بحرب داعش كثير من الأمور، الآن نوع الاستقرار السياسي في حكومة السيد السوداني يجب على كل القوى المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة أن يتخذ موقفا موحد دعم هذه الانتهاكات الخطيرة لسيادة العراق من قبل الدولة التركية. أشكرك شكرا جزيلا السيد برهان شيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب. وشكر موفور لحضرتك الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، ضيفا كريما في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.